بعد سنتين خطوبة وأكتر انفصلوا، سبوا بعض يعني، وهم اللي كانوا دايبين في بعض حب وغرام، ولا ممكن يكون سابها بعد ما غاز ما يحلم بيها. ده اللي قاله جمهور السوشيال ميديا بعد تداول خبر انفصال المطرب محمد رشاد وغادة فتحي. يا ترى هم انفصلوا عن بعض فعلا ولا لا؟ حكايه انه خطبها علشان يغيظ ما يحلم بيها، كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خبر صادم لكل محبي الفنان محمد رشاد والاعلاميه غاده فتحي. للاسف في كلام ان غاده ومحمد انفصلوا عن بعض. الكلام ده ذكرته وسائل اعلام كبيره في مصر زي موقع بصراحه الاخباري وموقع صدى البلد. الاثنين دول قالوا ان محمد رشاد وغاده فتحي انفصلوا عن بعض خلال اليومين اللي فاتوا، وبالكتير انفصلوا من أسبوع، بس مكتمين عن الخبر خالص. يا ترى مكتمين على الخبر ليه؟ علاقة ما يحلمي بالموضوع؟ هو للأمانة لحد دلوقتي مش متأكدين إن كانوا انفصلوا عن بعض فعلا ولا لا، بس كل الأخبار اللي نشرت خبر الانفصال واعتبرته سبق صحفي ليها قالوا إن الاثنين خلاص انفصلوا ومكتمين لأجل مصالح الاثنين. محمد رشاد عنده حفلة وأغاني شغال عليها خلال الفترة دي، كذلك الحال للإعلامية غادة فتحي، هي كمان عندها شغل وقلقانين ده يأثر على مصالح الاثنين، فقالوا يسيبوا الموضوع مجهول كده، محدش متأكد منه يعني. أما بقى حكايتهم الاثنين مع الإعلامية مايا حلمي، فيقال إن أصلاً الفنان محمد رشاد خطب غادة فتحي علشان يغيظ مايا حلمي. محمد كان حاصل له مشاكل مع مايا حلمي من فترة ما وقت ما كانوا مخطوبين مع بعض، ولما انفصلوا على طول أعلن خطوبته على غادة فتحي. الجمهور وقتها قال إنه علشان يغيظ مايا حلمي بيها، خصوصاً إنها شبيهة ليها جداً في الشكل، في فروقات بسيطة خالص بين الاثنين. طيب إيه اللي عمله الفنان محمد رشاد في غادة فتحي؟ لاحظ الجمهور إن الفنان الكبير محمد رشاد حذف كل الصور اللي بتجمعه بالإعلامية غادة فتحي، وده من على حسابه على إنستجرام، شالها خالص ولا كأنه اتصور معاها نهائي ولا في أي حاجة بينه. الحركة دي بالتحديد واللي خلت الجمهور يقول إن فعلاً الاثنين انفصلوا عن بعض وخلاص كل واحد راح لحاله. بس في حاجة تانية بسيطة خالص هي ليها معنى كبير، وهي أن الفنان محمد رشاد وغادة فتحي لسه الاثنين بيتابعوا بعض عادي على إنستجرام، يعني لسه كل واحد عامل للتاني فولو، وده لخبط الجمهور خالص دلوقتي اللي هو ازاي يعني محمد رشاد يحذف كل صوره مع غادة فتحي وفي نفس الوقت عامل ليها فولو. ده لحد اللحظة دي، ويا عالم وقت عرض الفيديو ده يكون ايه اللي حصل وايه اللي استجد في علاقتهم ببعض. اللافت بقى ان الإعلامية غادة فتحي لسه محتفظة بصور محمد رشاد على حسابها على إنستجرام، سايبة ستوريهات وصور ليهم لما كانوا الاثنين حلوين مع بعض خالص وفي حالة فرح وحب. واللي متابع الاثنين من فترة كبيرة هيعرف أكيد قد إيه كانوا بيحبوا بعض جدا وكان في مودة بينهم. في النهاية أنتم إيه توقعكم دلوقتي؟ إيه ممكن يكون السبب في الانفصال بين محمد رشاد وغادة فتحي؟ هل خلاص زهق منها بعد ما غاظ بيها مايا حلمي؟ هستنى رأيكم في التعليقات.